الصين تحتفل بالسنة القمرية الجديدة، احتفالات تختلف عن سابقاتها، فهي الأكبر منذ تفشي وباء كورونا قبل 3 سنوات، والأولى منذ رفع قيود سياسة صفر كوفيد التي فرضتها سلطات البلاد. العامان الماضيان كان صعبين علينا بسبب الوباء، من الطبيعي أن تواجه عقوبات في حياتك، لكن يجب العمل بجد لتجاوزها. أتمنى أن يكون مستقبلنا أفضل الآن. تأثرنا كثيراً خلال السنوات 3 الأخيرة، سواء فيما يتعلق بصحتنا أو مستوانا المادي، والآن بعد أن انتهى الأمر أصبح لمثل هذا الاحتفال دلالة كبيرة. الجميع يقدر قيمة الحياة، إنها بداية لآمال مستقبلية جديدة، آمال بمستقبل أفضل، عبارة ترددت كثيراً لدى الصينيين الذين قدموا بالآلاف لزيارة المعابد التي أغلقتها السلطات سابقاً بسبب تفشي كورونا. وبالرغم من تخلص بكين من الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة إلى طبيعتها، ما زالت تعاني البلاد من تبعات الفيروس، إذ حذر كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض من أن الحركة الجماعية للأشخاص قد تتسبب في انتشار الوباء في مناطق معينة. ويأتي هذا التحذير فيما أعلن مسؤولون صينيون عن تسجيل قرابة 13,000 وفاة لها علاقة بكورونا الأسبوع المنصرم، لتضاف لحوالي 60,000 تم تسجيلها الشهر الماضي. ويتوقع خبراء الصحة أن يتوفى أكثر من 1,000,000 شخص جراء الإصابة بالفيروس في الصين هذا العام، فيما يرى آخرون أن موجة الإصابات في عموم البلاد قد بلغت ذروتها بالفعل.